السلام عليكم. اليوم بكلمكم عن بعض الأخطاء التي تقع من الناس في الصلاة عموما، من ذلك عدم إقامة الصلب الظهر أثناء الركوع، فإما أن يخفضك كثيرا أو يرفعك كثيرا، والأصل أن يكون الظهر مستويا. هذا ركوع خطأ أن يخفضه كثيرا، وكذلك لو ما خفض أيضا، لو كان ركوع يسير فقط فهذا أيضا خطأ. هذا أيضا ركوع خاطئ، والأصل أن يكون الركوع أن يكون الظهر مستويا كأنما لو وضع عليه إناء من سكب. وبالمناسبة في هذا الركوع لا بد أن يعني السنة أن يلقم اليدين على الركبتين. طيب انتهينا من الركوع، خذوا بعض الأشياء التي تقع من الناس في السجود. أول ذلك أن بعض الناس إذا سجد المفترض أن يسجد على الأعظم السبعة، على الأعضاء السبعة، وبعضهم يرفع قدميه من الخلف يرفعهما عن الأرض أثناء السجود. هذا خطأ من الأخطاء. من الأخطاء أيضا أنك تجده لا يضع أنفه وجبهته على الأرض، بل يضع جبهته فقط هي على الأرض، وهذا أيضا في السجود خطأ. المفترض أن تضع الجبهة مع الأنف على الأرض. السنن أيضا في السجود أن يضع الكفين على الأرض، وأن يفرج ما بين العضد والبطن، ما يلصقها هكذا، يعني ما يكون سجوده كأنما هو يعني مضطجع مجتمع كذا مع بعض، لا، بل أن يفرق العضد عن الجنب وأن يفرق البطن عن الفخذين. وكذلك أثناء السجود الأصل أن يضع الكف فقط التي على الأرض، أما الساعد يعني بقية الكف بقية الذراع ما يلصق الأرض بل يكون مرتفعا. بعطيكم الآن الصحيح والخطأ في الصورة. هذه الطريقة في السجود خطأ، والسنة أن يسجد على الأعضاء السبعة بالطريقة التي يعني التي جاء لك النبي صلى الله عليه وسلم عليها. كذلك مما يقع من الناس أثناء الصلاة، تجد أنها أثناء الصلاة في الوقوف إما أن يعني يخفض رأسه كثيرا هكذا، أو تجد أنه يرفع بصره على الأعلى. الأصل أن ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو الصحيح. كذلك في أثناء الوقوف يضع اليمنى على اليسرى، لكن بعض الناس أحيانا يضعها بطريقة خاطئة، إما أن يرفعها كثيرا قريبة من العنق أحيانا، أو أن يخفضها كثيرا. الأصل أن يضعها على صدره أو على بطنه، يعني لأن بعض العلم يضعف الحديث وقال ابن حجر زيادة على صدره، ويعني بعطيكم الصورة اللي توضح هذا. يعني هذه تنبيهات سريعة حقيقة حببت أني أفيدكم بها، الله يجزاكم خير، وإن شاء الله لنا لقاء آخر نتكلم فيه عن بعض الأمور المتعلقة بالصلاة. الله يتقبل منا ومنكم.